ما هي خصائص يعني الشخصية التي يجب أن يتمتع بها البقنعوا المقنعين؟ أوكي، نحكي في الخصائص للناس اللي بدها تقنع. فالإقناع هو طرف أو حوار بين شخصين، أنا عندي احتياجات وعندي معتقدات والطرف المقابل كذلك، أنت منظومة من القيم والمعتقدات. لحتى أبيعك فكرتي لازم أرمي السنارة صح. شو يعني؟ كان في الكاتب How to Win and Influence People للكاتب اللي هو كارل روجرز بيقول فيه أنه كيف تربح وكيف تؤثر على الآخرين. بالضبط، كان هو على فكرة يحب يصيد السمك كتير، فكل ما يروح يصيد السمك يأخذ معه فراولة وقشطة لأنه كتير بحبهم، ويأخذ معه دود لحتى يطعمي أو يصيد السمكات. فمرة فكر ليش ما أحط فراولة للسمكة وأجرب، ليه ما أعطيها الشيء اللي أنا بحبه بلكي صدت. طبعا النتيجة ما صاد شيء. فالفكرة أنت لازم يكون الطعم تبعك هو احتياج الطرف. أعطينا مثل احتياج الطرف المقابل. يعني مثلا أنت اليوم تريدين تبيعي لي شيء، مثلا هذه الطاولة لنفترض. يلا إحنا بدنا نشتري وأنت بدك تبيعينا، اقنعينا. تمام، هلأ بالبيع وبالشراء تحديدا أو في التعاملات هي في النمط الشخصي أو طبيعة شخصيتك. نسهل الموضوع للحضور.